خشينا جيت الكسرات جيت ليرا خشينا غادي كاي دور لقيت احمد صافي ولقيت حكيم قيتش طبعا بعدين لقيت حفرين حفرة نزلين فيها شيخ نادر العمراني ومن بعدها حكيم كيف قاعد يسحب في كلاشنا قاعد يشاهد شيخ نادر العمراني قاعد يقول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله بصوت عالي طار حكيم فرغ فيه كلاش كامل مخزن كامل فرغ فيه